ايه استرجع الذكريات شوي، مريت من هني وقلت خلنا ادخل. ايام كان ايام مدارس يجيبونا بالباص احنا الطلاب ونلعب في الالعاب اللي مقابل البحر. قلت ادخل اشوف. تخيلوا كان هني حوض سباحة، شوفوا خلاص الحين لو تلاحظوا هذه القوارب غار. زمان هم راحن. يا الله المكان كيف صاير يا جماعة، ليش مهجور الحين المكان؟ تذكر هني ناخذ ذرة وسكريم. شي سكريم؟ ياخذ البطاطا فيصل. كيف؟ تخيلوا هالمكان يا جماعة يستغل مطاعم كافيهات، والله إطلالة ولا أروع. شوفوا الإطلالة، بتكون إطلالة على البحر. تخيلوا هناك مطاعم كافيهات يكون على البحر مباشرة، حتى الألعاب يكون من خلف. لكن صار المكان كله مهجور، شيء قديم صار. عندك مطاعم كافيهات، بنايات هني مثلا مرتفعة إطلالتها على البحر. نتمنى صراحة الأفضل يكون في هذا المكان، نتمنى. كان هذا لذكريات جميلة عند الجميع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.